الحقيقة التغير المناخي غريب جدا. يعني يمكن احنا في مصر شهر يناير كنا متوقعين ان يكون في شتاء بارد، لكن الحقيقة كانت الشمس والشتاء اللطيف اللي هو الشتاء القديم. عارفين الشتاء القديم اللي كنا بنتكلم عليه دافئ شتاء، ده كان موجود في شهر يناير. لكن كل سنة وانتم طيبين، دخلنا موسم أمشير. لسه بقول للزملاء أمشير ده جه بسرعة جدا. أمشير ده احنا عارفينه بقى بتاع الزعابيب والعواصف والتراب والهواء. وطول الأسبوع اللي فات احنا شفنا الجو كان عامل ازاي. كلنا الناس كلها يعني اللي ما بيشتغل بيرجع البيت بسرعة، والناس قاعدة من السقعة، انت قاعد في بيتك بتتدفى، شوية بطاطا، شوية شاي سخن، قرفة، حاجات كده. لكن في ناس بقى طبيعة شغلها مختلفة، حياتها لازم يبقى موجود برة، بيشتغل في أماكن صعبة، بيتعرض بقى لكل الزعابيب اللي احنا بنتكلم عليها والأتربة والعواصف. طب دول يعملوا ايه ونعمل ايه؟ وازاي اقدر انا اساعد الناس بالذات المواطنين كبار السن والاطفال اللي بيروحوا المدارس والناس اللي هي بتقضي حياتها وبتشتغل وبتنزل كل يوم؟ ازاي اقدر اساعدهم علشان الجو اللي جاي ده يقدروا يبقى يعني يعدي بسلام وخير؟ خليني كده مزيد من التفاصيل. دكتور وجدي امين، المدير العام للاداره العامه للامراض الصدريه، خلينا نعرف مزيد من التفاصيل وشويه نصايح نقدر نساعد بيهم الناس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ شفقي، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. مساء الخير على حضرتك. يعني دخولنا في امشير وتوقع بقى بالزعابيب والعواصف والاتربه وصغار السن والازمات والناس، ازاي اقدر اساعد الناس؟ هو طبعا فصل الشتاء المجميلي طبعا بيبقى متقلب من يمكن من شهر لشهر، لكن احنا خلاص ابتدينا دلوقتي في شهر امشير، وبيصاحبه طبعا بعد الرياح، و كل شويه طبعا بيكون في اثاره للاتربه. ده طبعا ممكن ياثر على كثير من المرضى، خاصه مرضى الامراض المزمنه. لو قلنا مثلا حساسيه الجيوب الانفيه، لو قلنا حساسيه الصدر، لو قلنا مرض زي مرض السده الرئويه، كل دول طبعا بيتاثروا بالتقلبات الجويه، الى جانب طبعا انتشار الفيروسات اللي موجوده طبعا، وطبعا الشائع منها فيروس الانفلونزا. وده طبعا بيكون فيه انواع كثيره منه، وبيكون كل سنه يمكن في فيروس شائع عن الاخر في كل فصل من الفصول. ايجارا برضو مش عايزين نقول ان جائحه كورونا انتهت، لان برضو في متحورات موجوده حتى الان. طيب الناس تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه يا دكتور الناس؟ يعني ايه النصايح اللي ممكن انا اقدمها للناس في الفصل اللي جاي ده؟ في طلبه، في مدارس، في ناس بتشتغل، في عمال بيروحوا اماكن بيعملوا شغلهم، اللي بيبنوا، اللي بيزرعوا، اللي بيبقوا موجودين في الاوتوبيسات، يعني يتصرفوا ازاي؟ ازاي نأمنهم؟ خلينا نقول طبعا ان الوقايه افضل من العلاج، علشان الناس ما تتعرضش للازمات وتفاقم الامراض اللي زي كده. تمام. طبعا اللي بيضطر للنزول، وطبعا كلنا بنضطر للنزول، اهم حاجه في الموضوع هو اخذ الاجراءات الاحتياطيه او الاحترازيه اللي احنا بنقول عليها. الالتزام بارتداء الكمامه، وده طبعا افضل شيء، ما بيعرضش الجيوب الانفيه والفم سواء للاتربه او للفيروسات. عدم التواجد في اماكن بالتجمعات والازدحام، ده بيكون كويس. ولو يعني تعذر الموضوع واضطرينا للتواجد، فارتداء الكمامه بيكون امر لازم. والكمامه على الاقل هتشيل الهواء ما يدخلش للاماكن التنفسيه او التراب، فتساعده شويه. بالظبط. الى جانب طبعا الاشياء الاخرى زي غسيل الايدي، عدم التلامس مع الاعين والفم والانف، وخاصه ممكن الجدين بيكونوا يتلامسوا مع احد الاسطح اللي ممكن تكون ملوثه سواء باتربه سواء باي انواع من انواع الفيروسات. فالغسيل المتكرر للايدي دي من ضمن الحاجات الكويسه جدا. الالتزام طبعا بان الواحد لما بيرجع البيت بيغسل ايديه كويس، بيغسل وشه، بيستنشق كويس، لعدم وجود اي اتربه ممكن تكون موجوده في الانف، موجوده في العين. فدي طبعا بتحمي من الحساسيه، والاتربه دي بتكون طبعا من ضمن المهيجات للشعب الهوائيه او لحساسيه الجيوب الانفيه. بالنسبه لكبار السن والاطفال زي ما حضرتك قلتي، والحوامل والناس اللي عندها امراض مزمنه، طبعا بننصح بتلقي اللقاحات اللازمه. لقاح كورونا دلوقتي متوفر، لقاح الانفلونزا متوفر، كل اللقاحات اللي ممكن تقينا من الاصابه بالامراض او بمضاعفاتها، فدي من الحاجات الواجب تناولها كاجراء وقائي. الناس طبعا اللي ممكن تظهر عليهم اي اعراض من اعراض الامراض اللي احنا قلنا عليها،
المبادره بالكشف المبكر عند الطبيب المتخصص لطبعا اكتشاف الاصابه المبكره والعلاج طبقا لبروتوكولات العلاج المتوفره سواء للامراض المزمنه. الناس اللي عندها امراض مزمنه زي حساسيه الصدر زي السده الرئويه بنقول الالتزام بالعلاج الموصوف اللي هو بيمشي عليه لمده طويله علشان طبعا يحمي نفسه من التعرض لمثل هذه الازمات. أكيد. الى جانب طبعا المرضى اللي ممكن يكونوا ماشيين على ادويه مزمنه زي مرضى الضغط، مرضى السكر، اي انواع من الانواع الامراض المزمنه بيكون بيتابع مع الطبيب بتاعه بيتاكد ان الامراض اللي عنده امراض متحكم فيها عن طريق الادويه اللي بيتم طبعا بيها. واكيد ما يعرضش نفسه، يعني لو اليوم مليان زعبيب وتراب وكده قد ما يقدر يعمل شغله ويرجع البيت على طول، ما يتعرضش لفتره طويله للهواء ده، او الكمامه كمان ممكن تقيه شويه من الوقت اكيد يعني. بالظبط ده اللي احنا دايما بننصح بيه، وحتى جوه البيوت نفسها بنقول ان دايما الشبابيك والبيبان والحاجات دي لو اضطرينا اننا نقفلها فاحنا ممكن نغطي الشباك او الشيش بقماش مبلل بحيث انه ما يمنعش ان الاماكن تبقى مغلقه 100%، لكن يعني الحاجات دي بتساعد على دخول الهواء. هي زي ما بنقول عند المصريين يشرع الشيش شويه يعني، او يحاول يعني ما يفتحوش قد ما يقدر، او لو عنده سلك يبقى السلك كفايه يعني شوية علشان يقدر برضو يعني ما يبقاش في البيت فيه أتربة كتير قد ما يقدروا. نتمنى أنه إن شاء الله وقت ويعدي. بشكرك جدا دكتور وجدي أمين المدير العام للإدارة العامة للأمراض الصدرية. زي ما حضراتكم عارفين الوقت بيجري بسرعة يعني، وإحنا بنتكلم على أمشير الوقت بيجري بسرعة وكله بيجري بسرعة.